مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم الملف لعدد كبير من المغاربة متبعينه موضوع تامي بناني. اليوم الجلسة معايا الأستاذ حسون، غادي نشوف معاه الأطوار ديال الجلسة اليوم وكذلك مستجدات مهمة في الموضوع. أستاذي الفاضل، اليوم الجلسة تأجلت 14/10، دخلتوا للمرحلة الأخيرة. حسين تفضل. الو، اليوم كما قلنا قبيله أنا بعد شهرين من العطلة، أول جلسة كتبرمج من بعد هذه العطلة القضائية. غير الموقف الإيجابي الذي يمكن أن نسجله على المحكمة هي أن المحكمة اقتنعت بأن الآن الأوان باش هذا الملف نحسمه فيه. والسيد القاضي مشكور أنه نظر الخصوصية اللي كيحظى بها هذا الملف فيما يتعلق به، كما قلتي أن الرأي العام كيتبع هذا الملف هذا، فإن هذا الملف سوف يدرج في جلسة خاصة وهي يوم الجمعة. ويوم الجمعة ما عمرنا درجنا فيه هذا الملف، وهذا يوم جمعة خاص. سوف يتم إحضار المتهمين من السجن، وسوف يتم مناقشتهم، وسوف ربما ذاك النهار يمكن يتناقش ملف ويصدر فيه الحكم، وربما يوقع تأخير الجلسة المقبلة. ولكن الأهم أن هذا الملف هذا سوف يحسم أو يحكم في شأنه في خلال هذا الشهر هذا ديال شهر أكتوبر. نعم، المستجد الجديد اليوم هو أول ظهور الشاهدة اللي كانت موضوع النقاش، تكلمينا عليها. المحكمة كانت دائما كتأخر الملف بسبب استدعاء واحد الشاهدتين أو مصرحتين للمحضر. الشاهدة المعنية بالأمر اليوم حضرت أمام المحكمة وأبدت الاستعداد ديالها على أنها تأدي الشهادة ديالها اليوم، على اعتبار أن الظروف الصحية ديالها ما كتسمحش باش تنقل من البيت ديالها إلى المحكمة، والظروف ديال الجلسة إلى أن المحكمة طلبت منها باش تصبر معنا شوية وأنها سوف تحضر إن شاء الله في الجلسة ديال 14/10. المحكمة كذلك أمرت بإعادة استدعاء الشاهدة الثانية المتواجدة بكندا، وتقدمنا في إبانه بملتمس رامي إلى العدول على هذا الطلب، على اعتبار أنه يستحيل استحالة قانونية واقعية ومنطقية أن يتم استدعاء شخص يتواجد بالديار الكندية، خاصة أننا بلغنا الأسرة ديال بالبيت ديالها هنا في مدينة صلاح الرباط، وجات ملاحظة بأنه السيدة تتواجد خارج أرض الوطن. أن يوم 14 إن شاء الله 10 سوف تتم مناقشة القضية مع الاستماع إلى الشاهدة فقط اللي حضرات اليوم. هذا اللي يوقع اليوم أستاذ، أنا غنسولك أنت كمحامي رجل ديال القانون، كيفاش كتشوف هذه الخطوات؟ يعني هذا الملف هذا قرب على النهاية ديالو. نعم، بالنسبة لنا حنا اليوم اللي تعلن فيه المحكمة على أنها تود اعتبار القضية جاهزة، فذلك اليوم بمعنى أن المحكمة ألمت بالملف واستجمعت جميع العناصر التي من شأنها كتجعلها مؤهلة لمناقشته والبت فيه والحسم فيه. إذن يوم 14 غادي يكون هو يوم الحسم في هذه القضية هذه، واليوم اللي غادي نعرفوا فيه الحقيقة اللي غتجي مباشرة انطلاقا للحكم، لأن أي حكم هو عنوان الحقيقة سواء بالإدانة أو بالبراءة أو ما اللي غادي توصل له قناعة المحكمة، ولكن هو غيكون إن شاء الله يوم الحسم باش نبتوا في هذا النزاع. أستاذي الفاضل شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما نقول دائما لكل بداية نهاية، الخطوات اليوم إيجابية، الملف جاهز 14/10، بطبيعة الحال غادي يدخل المراحل الأخرى اللي هي المناقشة ثم الترافع وكذلك مرافعة النيابة العامة والقرار في الأخير بيد القضاء الجالس. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.